في الفيديو هذا يا خاوتي راح نشوفوا زوج مطاركة يجتمعوا كل الجزائريين على الحب تاعهم، كما الجزائريين يحترموهم لأنهم يتكلمون إلا بالحاجة المليحة على الجزائر. راح نشوفوا ردة الفعل تاعهم على فوز إيمان خليف بالميدالية الذهبية. صدقني يا الجزائري فرحوا فرحة، وش نقول لك، زكارة في البراتيش اللي ما يحبوناش. هذو هما الأصالة تاعكم، عندكم زوج رجالة، أما الباقيين كامل رخاص. وبلا ما نوصيكم خوتي الجزائريين، راهو صار سينيال كبير على القناة، فأبسط حاجة اللي تقدروا تديروها باش تدعموا القناة هي أنكم تخليوا لايكات. خلي لايك خويا الجزائري، لأنه السينيال اللي راهو يجيني بسبب وقوفي إلى جانب إيمان خليف وكل ما يخص الجزائر. والحاجة اللي تغيظ أنه كاينين جزائريين راهم يسينياليو ثاني، فما راك خاسر والو كي تخلي اللايك تاعك. لازمنا نديرو اليد في اليد يا خاوتي، انا ندير الفيديوهات وانتم عليكم اللايكات والبارطاج مع خاوتكم. هيا نبداو ديريكت الفيديو الاول تاع اخونا هذاك، واش يسموه دينيرو. درت عليه ديجا فيديو، لكن الفيديو هذا اسطوري لانه فيه لحظة الفوز دائما خليف. شوفوا خاوتي، تدربت ووصلت لمساعدة طبعا طبعا كان أبلغ من كل الأسنة. يا خوتي ياكم شفتوا لابس تريكو فيها تصويرة إيمان خليف، والله مهبول السيد. وقبضتها أفصحت من كل بيان، اليوم تفي بوعدها إن شاء الله. هيا نشوفوا تراه ترفع نشيدها الوطني من قلب رولا جاروس إيمان وفرحة بالتأكيد إن شاء الله. حبل مرضو يا ربي يا ربي تحيا المرحة الجزائرية الشقيقة يا ربي فرحة مهبولة يا خوتي. سيد قلبها بالاخر. كما شفتوا يا خوتي الجزائريين فرحة أسطورية تاع السيد هذا. الآن راح نخليكم مع أخونا هذا كرايان يا خوتي، بهدلهم. تعرفوا وش معناتها مسح الأرض بالعياشة وبهدلهم بهدلهم تاع الصح، ووجه رسالته لإيمان خليف اللي فازت بالذهبية. تفرجوا خوتي. نظن غادي دير لك، أنا كنعتقد أنك غادي دير لك أو لا غادي ديري أختي لايك، كنعتقد. هيا ديروا اللايكات تاعكم يا خاوتي، هاي باينه باش الفيديو يوصل للجميع، باش نبهدلوهم هذوك اللي سينياليو نبعثوهم يرقدوا ديريكت. لان اذا ما درتيش لايك اذا ما درتيش لايك فاعلم انك خارياشي، واذا كنت تحب ان تكون خارياشي ما ديرش لايك. تحيه الجزائر، عشتي يا اختي ايمان خليف، عشتي قسما بالله. الى انتيا التستوستيرون اللي فيك انتيا ما كاينش، بالله يقول لي ما ناقصاه القادو اللحيه ناقصاه، مع اني ما يتسالك بالله يقول يا خوتي، ويقصد به هذاك الجرانه يا خوتي. صاحب العينين البارزتين الكبيرتين. عاشت سيداتي والله، الله يعطيك الصحه، والله العظيم الله يعطيك الصحه. انا ارتحيت، عرفتي واحد الساعه باش كتعطيها واحد اثنين بلا ما تشعر كتقول عطيها لامها، عاد كتعطيها هادشي اللي كدير. هي ما دير المحاولات، ولكن قدات عليها، قدات عليها، قدات، وهي ما تلصق فيها، هي ما تلصقش شي وهي كتلصق فيها، ولكن عجبتني. والمشكله ان ايمان 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 خليف وفاتحه اللعب كتقول ضربي هنا، ماشي كتكاردي كتقول لك ضرب يلا وري ليا والو، وعيات. ولكن للاسف الصينيه ولات مع الشينويه، الصينيه ولات كتقلب على البرونزي، عفوا المهم هذيك كتقلب على الفضيه، ما بقاتش تقلب على والو، بس تقلب على الفضيه، ما بقيت باغا والو، انا ما بقى باغا والو 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 والو، صافي. تحيه الجزائر، ولكن عجبتني. والمشكله ان ايمان 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 خليف وفاتحه اللعب كتقول ضربي هنا، ماشي كتكاردي كتقول لك ضرب يلا وري ليا،
والو وعيات، ولكن للاسف الصينيه ولات الشينويه الصينيه ولات تقلب على البرونزي عفوا المهم هذيك كتقلب على الفضيه ما بقاتش تقلب على والو. الصوره واضحه. وكنعاود نشكر الخرياشه، كنشكركم من كل قلبي لانكم درتوا واحد الخدمه شهرتوها باش الشهره. حنا ثانية الجزائريين لازم نشكروهم لانهم خلوها يعني في الجريده الاولى تاع صفحه بوكسينغ. هذه الجريده يا خوتي اللي كانت نعت غير الشواكر تاع البوكسينغ، الان ايمان خليف راهي في الجريده هذيك. رجعت اعظم امراه 2024 اللي تشهرت، اكبر مؤثر التوندونس كما قلت تقباته. حتى لو يعني حتى لو لم تكسب الريهان او لم تكسب نزال المقبل ياك فهي رابحه، ربحت كل شيء، العالم عرفها. والله تكتبت الاسم ديالها بحروف من ذهب، شكرا يا بليغو. انا بين في ايمن راجل من سيفته، والله العظيم يا بليغو الا ما عندي ما يتسالك، اول مره غادي نقول لك شكرا شكرا، لا انت ولا قال لي والبرغوتي وبثول كلكم شكرا شكرا لان اعطيتكم القاصح. شي الصرف كيكون في الواقع ماشي في المواقع، يا البهاليل ويا الخراطيش ويا البراطيشو يا المكابيت ويا البراتيشو. الله الله باقي ما درتش لايك، ديروا لايك ديروا لايك دابا. المغرب شحال من ميداليا عنده يا خوتي، بهدلهم ما خلى لهم والو. شكرا لكم صح يا البراتيش، والله درتوا لنا اكبر كما نقولوا درتوا لنا اكبر هدف كنا حابين نحققوه، واللي هو انه نشهروا ايمان خليف، وصلناها للعالميه، كل الجرائد تتكلم عليها، ولات اشهر من ترامب، ولات اشهر من شكون ميمي ستة تاعهم. على بالكم هما يا خوتي، دير كلش وما تذكر لهمش الفايح هذاك، يعبدوه، كي نقول لكم يعبدوه يعبدوه، ما يجيني حتى واحد في التعليقات يقول لي لا ما كانش منها، يا والله غير يعبدوه. والله واقسم بالله غير يعبدوه يا خاوتي، اني نحلف وانا مسؤول على كلامي واش راني نقول، يعبدوه يشوفوا فيه شغل بمثابه الاله، استغفر الله يا خاوتي. والله كيما نحكي معاكم وصلوا لواحد الدرجه كارثه كارثه. يا وتحيا الجزائر وعمركم ما تلحقونا، وشكرا لهذا الزوج المراركه الاصالة اللي داروا في فيديوهات كيما هكذا، بهدلوا البراتيش، بهدلوا جميع واحد يكره الجزائر، بالخصوص هذاك الفايح هذاك صاحب العينين المبلقين هذوك، يا اخي فايح يا اخي، والبلاد هذه نخدموها حنايا ولادها. وتحيا الجزائر وشكرا ايمان خليف على الميدالية الذهبية، السلام عليكم.